لأي تعليق، سؤال، اقتراح أو أغنية بتحبوا تسمعوها اتصلوا بسوزان 8120-1010 SMS 191918 وبلشوا الاسماس بكلمة tomorrow number 2 MORO email susan@sawtalghat.com.au. مميزون في أستراليا، حياتهم تختلف عن الآخرين لأنهم مميزون. من الغناء والطرب إلى العزف والشعر، جميعهم في الاغتراب زينوا أفراحنا وليالينا لأنهم مميزون، ونحن أردنا أن نستضيفهم لأنهم مميزون. في مميزون اليوم فنان شاءت ظروفه العائلية أن تزرع فيه حنين لا يوصف، الحنين للم شمل العيلة بعد انفصال والديه واضطراره العيش مع والده بلبنان. حنين اترجم بنبرة صوت جمعت قوة جبال لبنان وسلاسة مياهه العذبة. حلم طوال 20 سنة أنه تنجمع عيلته بصورة، فكانت موهبته وموهبة صوته الربانية هي اللي جمعت العيلة. فاز بميدالية باستوديو الفن عن فئة الأغنية الشعبية، حاز على لقب The Winner Is. له عدد من الأغنيات استطاع بفترة قصيرة أن يحقق ما لم يحقق الكثير من الفنانين. منذ 2 تقريبا قرر التوجه إلى أستراليا حيث تعيش والدته، فحقق نجاح ولمع أيضا بسماء الاغتراب. هو الفنان رامي المير. أهلا وسهلا فيك باستديوهات صوت الغد. أهلا فيك، صباح الخير لألك وللمستمعين الكريمين، وما عارف شو بدي أقولك على المقدمة الحلوة. مرسي كتير، كلماتك بتأثر فيي. تحياتنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وأهلا وسهلا فيك بأستراليا. بعدك جديد بأستراليا، بسنتين حققت ما لم يحققه كتار بأكثر من 10 سنين. أقل من سنتين صراحة سوزان، أقل. قال لي هون بالأشهر 11 شهر و 11 شهر. أنا عم بحكي معك على التليفون كم يوم، قلت لي سنة وشوي، عم أهلك شوي، يمكن هالقد، يمكن حسبتهم الهي. ما تخزيني على عمر، مش ذكرتي مش منيحة. بعدك بربيع العمر، بس بتصور إنه كل الفنانين مسألة الوقت وسنين بتبطل موجودة عندهم، عمرهم ببلش بعدد الأغنيات، بعدد الكليبات، مظبوط. بعدد المعجبين والمعجبات، مظبوط. الوقت بيسرقهم صراحة، صحيح، لأنه ما بعود الوقت لألهم، بصور الوقت لخدمة الناس مثل ما أنا بشوفه. خبرني عن بدايتك. يعني كانت مثل الأكترية بالمدرسة إذا بدك، بغنية بعيد الأم، وثاقبت أنا الصغير اللي من غير شر أمي، يعني كنت بعيدة عني وأنا عم غني غني للأمهات بعيد الأم. كنت عمري 4 سنين تقريبا، وصاروا يشجعوني كل مرة أخد غنية سولو، كل مرة غني. وبعدين أهلي اكتشفوا عندي هاي الموهبة وساعدوني نميها، وساعدوني أني أسمع مزبوط وأني أعرف لمين أسمع. متأثرت بعدد من الفنانين العمالقة بالأخص عنا بلبنان، اللي طبعوا لنا هويتنا الموسيقية اللبنانية، وصرت أتعلق فيها أكتر وأكتر لليوم وصلت للي أنا وصلت. بس عندكم بالعيلة كذا شخص بيغني، يعني أخذت منهم، بيقولوا أنه بتنتقل بالدم، أكيد رابط الدم. ففي كذا شخص بالعيلة عندكم بيغنوا، منهم الوالدة، الوالدة والوالد كمان، والوالد كمان صوته حلو، والد الوالدة والد الوالد بغنوا، فأخذتهم منهم كلهم. مظبوط، ما خليت لهم شيء، ما خليت لهم شيء. كله أخذته. هالحلا بالصوت لم يأتي فقط لأنك من شكة، هالمنطقة الحلوة من لبنان، لم يأتي فقط بس لأنك كمان سقلته، ولكن كمان من العائلة، من الوالدة أخذت شوي، الوالد والعائلة طبعا أكيد، ما هو بيبلش من هون. وبعدين
الباقي كله بيجي. قصتك بتنفع أنها تكون فيلم سينما. لما ظهرت ببرنامج تلفزيوني بكيت الجماهير في الوطن العربي كله سوا وفي الاغتراب. بدون ما يوخزوني يعني أنا ما قصدي بنبسط ضحكهم أكتر، بس إنه هيدي قصة، هيدا الواقع يعني. نعم. انفصال الوالد والوالدة عن بعضهم، وبنفس الوقت كان عمرك يمكن شي 3 سنين وقتها. كنت تحلم طول عمرك إنه تجمعكم صورة بس سوا، وبالآخر صوتك حقق هالأمنية. كنت حاسس إنه هيك شيء ممكن يحصل بحياتك، خصوصا إنه اللي سمعته إنه لا ولا ممكن، ووالدتك كانت غيبة عنك لأكثر من 20 سنة لظروف قاهرة، بس تنفسي لأنه كتير من الناس ما بيعرفوا لظروف قاهرة هي اضطرت إنها تغيب وهربت من لبنان حسب ما عرفنا، فظروف كانت قاهرة جدا بالعيلة. أنت بالنسبة لك أكيد بمشاعرك بداخلك كنت تفكر كتير من الأشياء، بس في شي مرة فكرت أنه ببرنامج تلفزيوني رح تنجمعوا سوا بهالصورة؟ شزان القصص اللي بتصير بالحياة أوقات منختارها، أوقات بتنفرض علينا، أوقات بتجي مثل ما بتجي بتجي. بيقولوا أنا بآمن بالله وبشكره على كل شيء قبل ما أحكي بحال شيء بهذا الموضوع، بس اللي عنده إيمان وما بيتخلى عنه أنا برأيي أكيد بيوصله. أنا مش كنت حاسس، كنت عارف أنه بدي أوصل لهذا المحل إن من خلال صوتي أو من خلال حتى دمعتي أو شو ما كان يكون، بس هذا موضوع بأثر فيني كتير، وأنا أمي وبي اتنيناتهم بياخدوا العقل. يعني أنا I am very lucky to have someone like that in my life, both of them. وخيي طبعا وكل اللي كانوا حدي بهيدا الفترة، أكيد مش ما كنت متوقع أنه تكون من خلال برنامج تلفزيوني يعني. وصوتك هو اللي وصوتي طبعا، بس هيدي شغلة كبرت لي قلبي كتير. وقتها تحقق هيدا الحلم، لأنه هو حلم، كانت فرحتي ما بتنوصف يعني. شو ما قلك يعني، إذا من هون للقمر ورجوع ما بتنوصف، ما إلا قيمة على الأرض، لأنه فرحة كبيرة كتير. حلم متحقق مثل ما بيقولوا، حلم متحقق بمعنى الكلمة. حلو هالحلم، لأنه رجعت كل شيء، رجعت المياه لمجارية، رجعت وتلتقوا، يعني حتى مجيئك إلى أستراليا كان جزء يمكن من هالحلم. مظبوط، النهر بضل ماشي، ولو يمكن غير نتف السكة بس بضل ماشي، عرفتي كيف؟ وهلأ أنا شايف النهر عم يكرج كرج الحمد لله. وأكيد هيدا الموضوع من أنا وصغير مش بس عم بحلم فيه، عم بشتغل عليه، وانه يتحقق مثل ما قلت لك شيء ما بينوصف، والفرحه ما بتنوصف. صوتك ونبرته وحنيته قدرت جمعتكم بصوره، وقدرت عملت سلاسه بهالعلاقه اللي تاثرت وتفككت، فرجعت العلاقات ورجعت الكلمات ورجعت التليفونات. أمين. ورجعت كل شيء. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. تحياتنا أكيد للوالدة وللوالد. أكيد من قلبي. المياه رجعت لمجارية ورجع صار في تواصل بيناتهم بعد هالقطيعة الكبيرة أكثر من 20 سنة، منا سهلة أبدا. أحيانا طبعا بتعتبر أنه التعنت عند الإنسان، العند بيوصلنا لهون؟ أكيد أنا ما بتمنيها لحدا، خليني أقول هيك تبلش، إن شاء الله ما حدا بدوقها، لأنه لو قد ما كبرتي وقد ما عملتي، وأنا الحمد لله يعني ماني ما درت على القصص الممنيحة، الحمد لله تعلمت منها ومشيت بهالشغلة كتير صعبة. و يعني لجاوبك على سؤالك، You are speechless. بعرف. I am speechless. يعني موضوع مثل هيدا عن جد موضوع حساس كتير. كتلة يعني من الإحساس. تسلم. يعني وهيدا شيء بيترجم بصوتك. رامي، حبيت أني أسأل بعض الأشخاص عنك اللي بيعرفوك من دون ما تعرف. فاتصلت فيهم وسجلت بعد الأشياء. حبيت أنه نكون معك. متوتريني هلا. لا. أنه بتحب بتعرف شو قالوا. أكيد. أكيد. أكيد ما قالوا شيء منيح يعني. أكيد ما قالوا شيء منيح. استبعدها. بنسمع سوا شو قالوا. رامي المير إنسان خلوق مهذب، صوت حلو، بحسه أنا خلق تيكون فنان.
بحس عنده مستقبل كتير حلو لأنه تصرفه مع الناس مهذب وصوته كله إحساس. وأنا بحبه كتير وبحب أتسمع عليه. أنا بتمنى عرامي أنه ما يوقف هون يكفي ولأنه الله معه هو إنسان مؤمن وصوته حلو كتير والله رح يوفقه وبعتقد أنه بده يطلع فنان كبير إذا بضل بتلمنه وبيحسن كمان. أنا بقول رامي المير is one of the best Lebanese singers in Sydney at the moment. صوته بجنن. طلعته على المسرح مع العالم الجو صوته بياخد العقل. أنا كتير 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 أنه بنبسط بشوفه هيك على المسرح بحس أنه العالم كله مبسوطة. And I love him and I always tell him keep going and never give up. بقول له أنه ضلك أنه ماشي على هالطريقة don't ever give up. رامي المير عنده صوت حلو كتير ويونيك صوته. صوت يعني بتربك بجمك بيخلي بحطك بجو حلو. الصراحة يعني عنده إداء حلو كتير. الكاريزما تبعته على الستايج يعني بعطيكي كيف بدي أقول لك صوت جميل. يعني عنده رقة بصوته عنده بيغني كل الألوان الكلاسيكية مثلا للصوت المويل الحلوة. يعني عنده شغل مميزة يعني عطول بقوله هيك. أنا بقوله أنت عندك مستقبل حلو ورح تشوف في يوم من الأيام رح يعني تكون عندك اسم ورح يضرب معك صلالي صلالي رح يصل لهونيك بس وقعيه 100%. عنده الصوت وعنده الإداء وعنده الشخصية اللي توصلوا لها المرحلة هاي. رامي المير بحب أطلب منك طلب. بعرفك تغنيها وشطور فيها وصوتك حلو فيها. غنية بحبها كتير لوديع الصافي لبنان يعد على السماء. بكون ممنونك إذا بتعملنا شي وصلنا. رامي المير فنان صاعد وقالوا له فترة على الساحة الفنية بلبنان وهلا قالوا شي سنة ونص بأستراليا. يعني الحمد لله كمان قلع منيح بأستراليا وبلبنان أولادي كان مقلع. يعني خريج سيدي الفن وناجح صوته حلو كتير وخامته حلو كتير وأداءه رائع وطلته على المسرح كمان غير شكل. بنتمنى له كل التوفيق بالحياة المستقبلية الفنية والأكيد حياة الاجتماعية ولأنه هو بيلبق له يعني بيستاهل. هذا من معرفتي الشخصية فيه لأنه أنا بعرفه من لبنان كنا أصحاب من لبنان وهون أصحاب كمان. هي صحبة وأخوة كمان. يعني شاب كتير قلبه طيب كتير محترم كتير جنتل آدم يعني بنحب من القلب. وأكيد أنا بتوقع له وبتمنى له كمان يوصل للنجومية يعني على الصعيد العالم العربي كله أكيد وعالميا كمان لأنه بيستاهل لأنه صوته حلو. وهلا هي بهالأيام من صعبة أكيد. مميزون في أستراليا ورامي المير. شفت قدي بيحبوك؟ شفت شي بيكبر القلب عن جد مبسوط كتير. كل الأشياء البشعة قالوها. سكر الدنيا طرت. لا بالعكس أنا بدي أقول لهم عن جد مرسي من كل قلبي. هيدا شي بيفرحني لأني أنا هون كرمال وصل لهم هالفرحة لقلوبهم أني أخذ منهم هالشهادة اللي بكبر فيها. لأنه لو ليهن أنا شو ولا الفنان بلا الناس اللي بتحبه شو ما له معنى. بدنا نلبي الطلب. كان في طلب. ايه خليني اشكرهم من قلبي اول شيء واقول له تكرم عينه على الصبح ما يوخزني كتير بس تكرم عيونه. يلا لبنان يا قطعت سماء على الأرض تاني ما إلك لا
لوحات الله راسمة، شطحات أحلام من الحلا، عالطامعين محرمة، وللخاشعين محللة، بالسيف ما بتغلى دمى، وللضيف بتقلو هلا. بالسيف ما بتغلى الدمى، وللضيف بتقلو هلا يا هلا. لبنان يا قطعة سما، اسمك على شفافي صلاة. الله الله الله، thank you very much. تسلم. رامي اشتركت ببرنامجين مش برنامج واحد. عادة منشوف فنانين منطلقين جدد بيشاركوا ببرنامج واحد، نجحت بالبتنين بالبرنامجين. ليه ببرنامجين مش برنامج؟ ليه ما اكتفيت ببرنامج واحد؟ وقتا بيكون عندك هدف بالحياة بدك توصلي له، إذا ما وصلتي له بأول فشخة بتفشخ فشخة تانية. أنا بالنسبة لي ما لازم الواحد يستسلم، يعني لازم يضل مكمل، وإذا ما زبطت أول مرة وتاني مرة ضل جرب إلا ما تزبط، وبيقولوا التالتة سبتي يمكن ما بتعرف. ممكن ترجع تشارك بـ The Voice؟ والله بعد الاختبارات اللي مرقت فيها، حتى أنا كنت مع اتصال بـ The Voice هني بالأحرى، يعني حتى Star Academy وستوديو الفن وذا وينر إيز، بس بعد التجربة يمكن بفكر فيها أكتر من مرة قبل ما يأخذ القرار إذا إيه ولا لا، وحسب الظروف وحسب الوقت اللي أنا فيه وحسب شو رح تفيدني. لأنه أنا قدي أضاف لإلك برنامج استوديو الفن، نحن عم نحكي عن أهم لجنة حكم، قدي أضاف كل برنامج لإلك؟ أكيد في فرق كتير كبير بيناتهم. أكيد بعلموك كل يوم، تتعلمي شيء جديد، وبالأخص ب بروغرامات تقيلة مثل هالبروغرامات، يعني بروغرامات إلها أهميتها بالسوق الفني إذا بدك، أكيد بيعلموني وبيعطوني دفعة ودفشة كتير كبيرة بالفن. بالأخص استوديو الفن علمني شغلة، إنه فكر كتير مزبوط قبل ما أوثق بحي الله حدا، لأكون صريح معك، وعلمني حتى إنه أخد الكريتيك واتعلم منه، ما انزعج منه، لانه كنت بعدني صغير، يعني كنت انزعج، ايه كنت عمري 18 سنه 19 سنه، وكنت انه بعدني انه ايه بتضايق انه واحد قال لي مثلا شعراتك مش حلوين، خام. كنت بعدك خام. عرفتي كيف؟ ايه بقت اتعلمت انه لا، هيدا شيء لازم اتعلم منه، لانه الناس اللي عم تعطيني هيدي النصيحه عم تعطيني اياها لسبب، وانا هون كرمالهم، يعني اذا ما وصلت لهم اللي هن جايين يسمعوه او جايين كرماله معناتها أنا مقصر، إذا سمعت نصيحتهم بقدر وصله بالطريقة اللي هي أحسن. تعلمت سولفاج؟ تعلمت سولفاج نعم. ومكمل بعدك ولا؟ لا أنا بتمرن صوتك أحيانا؟ للأسف ما صارت للفرصة ولا لهلأ بعد صارت لي، لأنه الوقت بهالأيام الوقت لمين ما نلقلك الوقت، ما فيك تحط كل شيء مع بعضه، عندي التزامات وعندي التزامات ما بدي أقوله. صار لك أقل من سنة بأستراليا حسب قولك، شو الانطباع اللي أخدته؟ وكتار من الفنانين بأستراليا بيقولوا إنه أستراليا مقبرة الفن، شو شفت؟ أنا مع احترامي طبعا يعني، بس أنا لي نظرة تانية بهذا الموضوع، أنا بقول الفن ما بينقبر، يمكن بالنسبة لألي أنا هيدا رأيي الشخصي، يمكن كل شيء بيموت بالحياة، بس في شغلتين ما بيموتوا، هني المنيح the good والموسيقى أو الفن بطبعه، يعني شو ما كان، كان رسم، إن كان نحت، إن كان شعر، إن كان موسيقى، كان رقص، كان تمثيل، ما بيموت. الله يرحمه العملاق وديع الصافي راح، وبعدنا لليوم نردد أغاني ومنردد موسيقى ومنردد أقويله كمان. بالنسبة إلي أنا ما في شي بيقبر الفنان،
ولا بيقبر الفن، بس بدك تحطي كتير تقل وكتير شغل وكتير وقت لتوصلي مطرح ما أنت بديك وين ما كنت بالعالم. بس شو هي أكثر المشاكل اللي بيعانوا منها الفنانين بأستراليا واللي أنت شفتها، يعني اللي اكتشفتها واللي بيحكوا لك عنه في العموم؟ يمكن بعدني بمحل ما بحق لي بعد أحكي ولا أعطي، هلأ فيني أحكي من خبرتي يعني من اللي أنا واجهته، وفيني أقلك أنه اللي ناقصهم هو أنه بدهم مين يدعمهم، بدهم مين يوقف حدهم، يعني بدك بيقولوا نقابة أو نقابة فنانين، بس بدك حدا فعلا على الأرض يوقف حدك، مثل الشعب بدولة بدك دولة حدك توقف حدي. هون نفس الشيء، يعني بدك مين يطالب بحقوقك، بدك تروحي على حفلة، بدك تاخدي حقك أو تعطيهم حقهم، ويا بيصلك حقك يا الربع، لأنه بيكونوا حاطين ما بدي أقول لك قديش يعني بغير محل، وبتوصل للفنان ومن كرم الأخلاق ما لك عين تقولي لا، ونحن للناس بالنهاية يعني عرفتي كيف، ومعه غيره وغيراته. مميزون في أستراليا يعود بعد قليل. مميزون في أستراليا، وحبيت أعمل لك مفاجأة. الوالدة على الخط معنا. أوه مفاجأة مبكلة. بوجور مدام دانييلا، بوجور. بونجور حبيبتي توليجور، كيفكن؟ كتر خير الله. حبيت أني اليوم أحكيكي، أنا أكيد أنه هالعلاقة بينك وبين رامي علاقة محبة لا يمكن أنه توصف ككل أم وابنة، ولكن بالنسبة لك أنت يمكن الإحساس مختلف نوعا ما، خصوصا أنه غبتوا عن بعض، الأيام فرقتكم لأكثر من 20 سنة. صح. بعد 20 سنة لما التقيتوا شو حسيتي؟ حسيت بفرحة كبيرة بقلبي، فرحة يعني ما بقدر أوصف لك exactly يعني، بس حسيت اني ملكت الدنيا من راجع وجديد. رامي يعني ابني وحبيبي وعزيز على قلبي ونقطة ضعفي وتاج راسي بالنهاية كمان. تسلم يا ست الكل، خلي لي قلبك. يعني بعد 20 سنة التقيت وحاولت كتير طبعا، ولكن شاءت الظروف انه تتأخر هالمسألة 20 سنة. اكتشفت انه ابنك بيمتلك خامة صوتية رائعة جدا، والأكثر من هيك فنان وناجح جدا في لبنان. قدي كبر قلبك، خصوصا أنه أنت كمان يعني غنيتي ولمعتي بأستراليا والاغتراب في الغناء. رح أطلب منك طلب، أوكي؟ أيوة. بدي تغني أنت ورامي together. Oh my God. هيدي هي المفاجأة اللي حبيت أني أعملها. بدي منكم اثنيناتكم تختاروا أي أغنية ونغني سوا. ممكن أنا بس هيك قل له موال صغير بس بدون موسيقى بدون شيء. يلا وأنا بسمع. معنا اليوم أغلى ضيف، جمهور وحق وافي، ولو غنى معنا رامي المير بيقولوا غنى الصافي. الله الله الله، لأنه رامي بيغني لوديع الصافي الله يرحمه، وإن شاء الله بتعيش وتاخد عمره يا حبيبي، وإن شاء الله يا ربي بتحقق أمنياتك وأحلامك وبتوصل بطريق الفن، وطريق الفن منا سهل أبدا. You have to be very patient in life. وإن شاء الله يا ربي all your dreams will come true بإذن الله يا رب. مع المحبين مثلك يا أمي ومثل عائلتي وأهلي وكل اللي حدي، ما في خوف إذا الله بيريد. بدنا نغني، اختاروا أي أغنية بدنا نغني. كيف لقيتيني؟ كيف لقيتيني بعد 20 سنة متحلى؟ كل عمرك حلو طالع على أمك.
شو بدنا نغني والله ما بعرف منا محضرين. أنا صار لي كمان شي 10 سنين ما غنيت. أنت بتحب القدود الحلبية، غني شي، غني مقطع من فوق النخل أو يلا حول يا غنان. غنوا together بلشي. أنا فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق مدري لما خدك يا با مدري القمر فوق والله ما ريناك بالوني بالوان. الله يا أمي. الله الله. هلا عرفنا من وين. بس ماني نقطة ضحرك يا رامي. هلا عرفنا من وين من وين من وين هالصوت الحلو. حلي أيامك يا رب. تسلمي. تحياتنا لإليك. طبعا لمعتي كمان بسباق أستراليا وغنيتي بكتير من الحفلات سابقا سيدي دانييلا، واليوم أيوة. ابنك كمان لامع بالوسط الفني في لبنان وفي أستراليا، شو النصائح اللي عادة بتوجهيها لإله خصوصا من الناحية الفنية؟ بحبه يضل طبيعي ويضل متواضع. لو بده يوصل للمريخ لازم على طول يضل متواضع بأعماله بنفسيته بشخصيته. وهذا الحلو، هذا الشيء يعني بمميز برامي، انه قلبه طيب وعنده كاريزما وأداءه حلو وقفته حلوة على المسرح. He's very professional. عنده حنية بصوته رهيبة. عنده احساس يعني ما فيني اوصف لك احساسه بالغنى مش طبيعي. فان شاء الله يا ربي بيضل هيك والله يوفقه وان شاء الله بيحقق كل احلامه يا رب. انا بدي اشكر وقتك معنا، يعطيك الف عافية. اهلا وسهلا فيك. كانت معنا والدة رامي المير السيدة دانييلا إيشاك أو دانييلا إسحاق. متابعة معك فقرة مين أنا، بس اليوم أنا اللي بدي أختار. أنا اللي بدي أختار واحدة من كل واحدة. رح أختار شخصيا استثنائيا، رح أختار أستراليا بما أنه أنت جديد بأستراليا. حابة أعرف ردة فعلك كيف تجاه أستراليا. شو أحلى شيء بأستراليا؟ أنت. Thank you. Isn't that nice? شو أبشع شيء بأستراليا؟ ما في شيء بشع، أنا ما بشوف شيء بشع بالحياة كلها. بالعكس أستراليا بلد حلو كتير كريم. البشع إذا بدي أقلك الغربة يعني البعد. أنا لبنان رباني وحضني وسقيني وطعماني وعلمني، وتعلمت مش بس المشي يعني مثل ما بقول المشي والحكي وكل شيء بلبنان. فكانت الغربة أو القرار يعني وقت أخذت وتركت كل شيء وجيت صعب كتير. هيدا الشغلة الوحيدة اللي صعبة انه بعيد كتير يعني ما فيك مثل مثلا لتساي اذا حدا هجر على دبي كل 24 ساعة تقطع تيكت كون استويتي من هون. هيدا بالنسبة لأبشع شيء. القوانين في أستراليا حتما من وقت ما جيت على أستراليا بلشت تعرف كيف القوانين بتشتغل بأستراليا، كيف بتقارنها مع قوانين لبنان؟ وهل بتضايقك القوانين ضايقتك بأستراليا ولا تأقلمت معها بسهولة؟ بالعكس، حلو النظام، حلو الترتيب، حلو تكوني تعرفي لمن رايحة وشو لازم تعملي. أنا كتير حبيت بالعكس قوانينهم كتير فيه مثل ما بقول فير، وبلد منظم مظبوط ونظيف وحلو ومبسوط اني هون يعني. بالعكس تأقلمت بسرعة الحمد لله، مع اني كنت مستصعب قبل ما اجي انه غير لايف ستايل غير شيء كليا، بس الحمد لله كتر خير الله. بلد كريمي وحلوي. اذا كان ولا بد لبنان بده يتبنى قانون معين من قصة لأي قانون؟ كلهم، كل القوانين. وإذا لبنان اليوم كان بمباراة مع أستراليا مين بتشجع؟ بوقف حكم. ما تقلي بدك توقف ريفري، بدي تقلي أي بلد. لبنان أو أستراليا، شو هالأحراج؟ أنا الصباح بكير خلقت بأستراليا وربيت بلبنان يعني اتنيناتهم أمي، وما فيني فرق بأمي يعني عن حدا تاني. عرفتي كيف؟ طيب مع الفريق الربحان اللي مع الربحان كيف بدي أقلك على وصلت يا عمي. أنا بدي أشكر وجودك معنا لليوم، بس بدنا نختم بأغنية بصوتك الحلو.
من اختيارك؟ بدي غني لك لألك هالمرة. قبل كل شيء اسمحي لي اتشكرك على استضافتك الكريمة، وبدي اتشكر اذا عدكن المحترمة، وهي كلمة بعتقد احلى كلمة يمكن حدا بيقولها لحي الله حدا، كلمة كبيرة وبتلبق لكم. وبدي اتشكر المستمعين، وبدي اتشكر كل اللي حكيونا اليوم وكل اللي دعمونا، وامي بالاخص خليكي فوق راسي وفوق راسنا. وسوزان ما بين شبع من الحديث معك، ميرسي كتير، بتخلي الواحد يرتاح ويحكي عريحته من قلبه. ورح أقدم لك غنية من أحلى أحد الفنانين أنا كمان بحبهم كتير وتأثرت فيهم بطلعتي، صابر الرباعي، غنية جديدة بتقول: وجهك لما طليتي مش شايف أجمل منه، حد الصخر مريتي رح ينطق غصب عنه. لا هنيكي ابقى شايف حالي فيكي، لو غيري مفكري حكيكي الليلة اعتذري لي منه. رح اكتب ممنوع اللمس وعلقها عايديكي، لانه بغار من الشمس لو نورة مر عليكي. رح اكتب ممنوع اللمس وعلقها عايديكي، لانه بغار من الشمس لو نورة مر عليكي. وحتى تحلى ايامي دخلك ضلي قدامي، حتى ترتاحي وتنامي بخلي حيطاني غنوا. الله الله، رح تسجل أغاني قريبا؟ طبعا عندي مشاريع كتير إن شاء الله بنبقى منحكي عنها بوقتها، وفي أغاني وسدي وكل هالمشاريع موجودة. اللي أي ما تعطيني جدول زمني بعد بكرة. بعد بكرة رح تعطيك. رح تعطيك. أهلا وسهلا فيك مميزون في أستراليا، وطبعا رامي المير. على هالحال مش سئلان، مازالك مش سئلان، غزلتي ابن الجيران بغازل بنت الجيران. على هالحال مش سئلان، مازالك مش سئلان، غزلتي ابن الجيران بغازل بنت الجيران. لا تنغري ولا تلتفتي شو ما سمعتي ومين ما شفتي، لا لا حدا تاني. والله 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 ما بتحكي حدا تاني.
حدا تاني صوت الغد www.sautilghad.com.au صوت الغد